كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. واللي قال انا بغيت ما دير فات لقاتهم غار دولا شوتني. الرغبة ديالنا هو انه الاحتفال بالسنة الامازيغية يخرج من القوقعة ديال الموسيقى ويدخل جميع المجالات الابداعية وجميع المجالات المهنية كذلك، يعني ماشي غير بالنسبة للابداع. فقرات اليوم هي فقرات متنوعة فيها تكريمات، يعني فيها عرض فيلم وتكريم ديال المخرج عبد العزيز السيح، كذلك الفنانة خديجة مزيان. والاختيار ديال هاد الاسماء هو لكون عبد العزيز السيح فنان، يعني مخرج كبير، مخرج اللي عطى للسينما الامازيغية، اللي اشتغل بزاف في هاد المجال وعنده اعمال متميزة، يعني الاعمال اللي كيشد بها الجمهور وطاقه، يعني في المجال، خصوصا انه بحال كنقولوا واحد الورش، يعني الاستخراج للفنانين، باعتبار انه اغلب الفنانين المرموقين الان اللي عندنا راه كلهم خريجي، يعني المؤسسه ديال ايوز. عبد العزيز السيح هذا اولا كانسان يا الانسان اللي دار يعز العمل الناس اللي قال تهزاش الهويه تهزاش ما كيتنس، يعني كفنان ممثل انه ربما اول عمل اللي غيشارك كانت الفيلم تيتي وضان غمس كاتين تنس كواس 1997. من بعد يسكر التجربه اللي باه يستوهم ما ناس تيكان يصور ربما زرع اول فيلم، يعني اللي كان ناطق بالامازيغيه غمس كاتين تدير البلجيكيه لانه انت قال لي مقيم غمس بلجيكا غير غيصور اول فيلم 98 اسكاس اخراج، يعني من بعد عدرا ديشكي استقر غير غمس كاتين نينزكان، يعني كا طموح يفلن اوروبا يشكي سماس انت مازير نسبه شك كيس يستثمر في الميدان الفني. لا بدا نكشوم عزيز الساحل عطيف خديجه مزيان غصد يجي الدور باريم قرن اللي غيتكرم جمعيات يسرف زعما يقتشجع الفنان زعما عرفت نتشكر بزاف، يعني تسنت الفنان الدعم من سارتي تقتشجع، يعني الجمعيه نغدا اي واحد يفكر غونا زورات باش يسكر التكريم، يعني يا ريت غمس غمس يعني المعنويات نس، وكان يعني غصد زعما يعني فرح باهره تكريمات. اكيد تكريم يفول كباره على اساس اني اول مره يعني غمسنا الجمعيه تسورف دائما الدور مقرنا نتكرم غنكد الاستاذينو، يعني الاستاذ التلميذ الاستاذ عبد العزيز السيح، يعني كان شرف كبير وكنت كان يزري واس بخير وعلى خير يزري نفرح نكوني دي مدوكا غير نزار مقرين